مشاهدينا مشاهدي نيل التعليم العالي في كل مكان، برحب بحضراتكم. حلقة جديدة من شباب وآراء. النهاردة معانا فقرات متنوعة. أول فقراتنا مع الغناء، معانا ومع حضراتكم أحمد العباسي الطالب بكلية الهندسة واللي هيكلمنا عن موهبته في الغنى. برحب بيك يا أحمد وسعداء جدا بيك معانا النهاردة. الحقيقة الهندسة والغنى يا أحمد يعني صعب يجتمعوا مع بعض، فهنفهم كده الطريق ابتدى إزاي. هو ابتديت كنت في ثانوية عامة، ابتديت ان انا كنت بغني وسط اصحابي وكده، وابتدوا ان يلاحظوا ان في حاجة مختلفة شوية. وفي ثانوية عامة انت عارف الضغط كله يعني، واعتقد انت كده كنت دراستك طبعا يعني كلها رياضة بقى وكده، علمي طبعا علم اصلا، رياضة. برضه بس كان الغناء اول ما هم ابتدوا يخلوني اخد بالي كنت مشدود جدا الموضوع، فوالدي كان متشدد جدا الموضوع. يعني والدي كان ثانوية عامة يا أحمد، والدي خايف عليك. متدين وثانوية عامة كمان، فالموضوع عنده متدين كان وثانوية عامة وعلمي وكل حاجة بايظة خالص. بالظبط فرفت تماما، فابتديت ان انا احاول ان انا اضحك عليه شوية. بس كويس انت قلت له يا احمد انك انت عندك موهبة، يعني عارف انه في حاجة، يعني مش عارف يعني مش جانب حياتك مع اصحابك ووالدك مش عارف، لا يعني والدك انت برضو متابع معاك هو انا معرفه، هو يعني كويس. مش راضي، بس برضه مش برضه اخبي عليه، يعني هو مش راضي عن حلو، الموضوع دي بس ما دي كويسة جدا انك مش مخبي على والدك يعني، بس بس رفض بقى لما قلت الحقيقة، رفض شوية. فابتديت ان انا احاول اضحك عليه، يعني احاول ان انا اغني له اناشيد دينيه، اقرا له قران بس فابتدى ان هو بس يعني يلين يعني شويه. الحقيقة انت ما كنتش حابب ده، ولا لقيت نفسك كمان في الانشاد الديني وكده؟ لا هو انا يعني الصراحه لحد دلوقتي عمري ما غني، يعني والدي اصلا مسافر، فلما بيجي بس بغني له اناشيد ديني انشاد يعني. ديني صراحة يعني، لكن انت مع اصحابك وكده ما لا لا ما فيش. غنى تاني خالص. اديت قدام الناس بقى مثلا، نقدر نقول دخلت في حفلات او في اي حاجة في الوقت ده؟ كان عندي فرقة سنة أولى وسنة تانية في الجامعة كان اسمها جيتاريبيا. ده انتوا بقى دخلتوا الجامعة يعني، دورتوا بقى يعني انت دورت على الموهبة بقى، كان في ناس كان زمايلك معاك ولا يعني انت لوحدك اللي ابتديت الموضوع وبدأت تجمع الناس الموهوبة يعني؟ لا هو انا لما كنت بغني في الجامعة وكده، فابتدينا ان احنا نلم بعض، واحد بتلاقيه بالصدفة بيعرف يعزف، وواحد كمان بيعرف يغني، وواحد جمعتوا بعض، ممكن تكون مواهب فعلا يعني بتجمع بعضها احيانا يعني، بيعرفوا بعض، عارف طبعا يعني اللي موهوبين في الشعر هيجمعوا بعض، الموهوبين في الغنى والعزف وكده بيجمعوا بعض. بالظبط. تمام، البداية كانت من عندك ولا من زمايل تانيين؟ لا كان كانت كلنا كانت قاعدة كده وفكرة مجنونة، ما يلا نعمل كذا حلو، بدل ما احنا بنغني في الشارع وبتاع، يلا بينا. تمام، فعملنا فرقة كانت دي البداية يعني، نقدر نقول قدام الجمهور بقى. عملتوا فرقة اسمها ايه؟ جيتاريبيا. جيتاريبيا. وغنينا في الجامعة، عملنا حفلتين، بعد كده طبعا انفصلنا عشان كل واحد كنا كلنا كليات طب وهندسة وصيدلة، فكان صعب والله قوي. طب كتر خيركم والله انكم في وسط الدراسه دي انكم عاملين حاجه زي كده، بس عرضتوا قدام الناس احمد في الوقت ده، كان في استحسان ان الناس حابين الموضوع، الشباب كنا زمايلكم في حاسين الكليه ان الناس حابة، وكذا مرة في كذا اغنية يطلبوا انها تتعاد ده تاني. جوه الجامعه، والجامعه مشجعاكم يعني في نشاط فني او كده في ما الجامعه هم كمان؟ اللي كانوا اصلا صارفين على الحفلة، يعني هم اللي كانوا كويس متبنين كويس. الموضوع وكنا وحابين حابين انكم ليه. تعملوا ده ورغم طبيعه الدراسه الصعبه جدا. تمام، يعني احنا كده عرفنا البدايات شويه يا احمد، الحقيقه ممكن نسمعك وبعدين نكمل الكلام بقى، طبعا احلى حاجه في موهبه الغنى ان احنا نسمع اكتر يعني. اكيد طبعا. اتفضل نسمع ممكن ايه؟ نقول واحدة مني لرامي صبري. تمام اتفضل. وادي مني مش هفكر نفسي بيك، بالسلامة روح ولا ندما عليك، كل حاجة وليها وقت وتنتهي، وانت قبل ما تمشي حتى هكون ناسيك، وعادي قلبي راضي بالفراق يعني، ده بكرة تبقى ذكرى ماضي عدى وراح، مفيش ما بينا أي حاجة ترجعني، ولما أبعد أنا عنك أكيد أرتاح.
بجد يعني بنشكرك يا احمد. لا يعني ربنا بص انت يخليك يا حبيبتي. هادي قوي، انت دي طبيعتك الشخصيه صراحه، ولا دي طبيعه الغنى بتاعك؟ لا هو الاثنين، انا اصلا انت هادي جدا طبيعتك الشخصيه هوايتي، بس هادي. انا فعلا بحب الغنى الهادي شويه يعني. تمام. لا بجد احنا يعني فعلا سعداء بموهبتك يا احمد، ربنا ربنا يوفقك يخليك يعني. يا رب. انت راسم لنفسك طريق، يعني اعتقد الهندسه طريق علمي طبعا، بالظبط. والموهبه بقى، يعني انت حابب الاثنين مع بعض يمشوا، ولا ماشي يعني راسم لنفسك اصلا هتعمل ايه؟ انا مستني ان انا ان شاء الله اتخرج على خير بس من كلية هندسة، يا رب ان شاء الله. وبعد كده بقى اللي هو ايه، اركني لي على جنب شوية وابتدي اركز في موضوع الغنى ده اكتر. حابب انك انت تركني على جنب الهندسه ان فعلا. الموضوع يبقى معايا ان انا مهندس وبعد كده ابتدي في موضوع الغنى ده. بس قصدك انه يعني انت هتحترف الغنى، ولا هو شغلك الاساسي هيبقى هندسه ومعاه موهبه الغنى؟ والله نقدر نقول يعني الغنى مش احتراف، ولا عايزه انا احتراف؟ عايز احتراف، انت عايزه انا احتراف عايز احتراف دي ووالدك حقيقة. موافق؟ لا طيب احنا هنسمع الانشاد الديني اللي انت كنت بتقوله لوالدك برضه، ايه رايك يا؟ ويمكن عشان هو لو شاف الحلقه دي ان شاء الله يبقى سعيد بيك النهارده. هي مش انشاد ديني، هي اغنية دينية كده لوائل جسار. يعني تمام. ماشي نوع اوكي. من الغنى الديني. ممكن. قلبك حنين يا نبي، وما فيش حنان على كوكبي، الشمس طلعت من الغروب لما بتزعل عصبي، قال للنبي أنا مش سعيد، عصفوري مات وكان وليد، صلى عشانه ركعتين وفي كل عين دمعة شهيد. من الحب ليه تستغربوا، ومن الحقيقة بتهربوا، سيدنا النبي في بيت الصبي وكل ليلة بيلعبوا، نبع الفرح فاض من عينيك لما النبي طبطب عليك، وبرحمته حنيته صف الملايكة بين ايديك، البحر تملاه الدموع وندى المحبة على الفروع، يا رسول حنان آخر زمن تبكي الصحابة من الخشوع، للحب ناس الطيبين ومهما بعد قريبين، من غير معاد رب العباد ينده لهم قلبي الحزين. صدقني يا احمد لو قلت لك ان الانشاد الديني عندك يعني مهم جدا وممتاز وموهوب فيه جدا ربنا يخليك يا رب وعظيم، كده، انت ربنا يخليك تصدق ده ولا ما شهادة تصدقوش؟ والله، يا ربنا والله عظيم، يخليك يعني يا انا رب. بقول لك انك موهوب جدا في الانشاد الديني، ويا ريت ترضي والدك وترضي فنك ده بانك تشتغل على الاثنين بجد، يعني ما شاء الله. اشتغل على الاثنين، لكن ان انا اركن واحدة لا. لانه انت يعني برضو ما انت لازم تكون حابب الحاجه اللي بتعملها، فانت بتحب واضح يعني الغنى العادي اكتر يعني، لكن انت موهوب جدا في الانشاد الديني كمان، ربنا ربنا يخليك يا رب، يوفقك. صدق ربنا طيب يكرمك. انت يعني حابب انك انت يبقى عندك الفتره الجايه حفلات لوحدك، فرقه لوحدك، الكلام ده قبل ما تخلص الجامعه، ولا برضو ده ناوي بعد الجامعه؟ هو انا طبعا نفسي، بس انا لان انا لو عملت ده حاليا هأثر جدا على كليتي، فانا مش طبيعتك الدراسة صعبة جدا. طب جدا انتوا بتتجمعوا ازاي يعني في وقت بقى لما تكونوا يعني عندكم بقى انت هندسة عمارة مش كده؟ مدني. مدني. طب الدراسة صعبة جدا، ايه الوقت اللي بيبقى عندكم انكم تجمعوا بقى بعض؟ هل كمان بتغنوا حاجات يعني زي فنانين كده معروفين، ولا كمان بتعملوا حاجات ليكوا الحان ليكوا بما انه فيكم ملحنين وعازفين وكده؟ هو احنا في كذا حد مننا بيعرف يكتب ويلحن، واضح. اكيد وانا بعرف اكتب والحن برضو، بس كمان. بس كل الاغاني اللي بتجيلنا بنديها لحد يعني، ما بنغنيهاش احنا كباند، لان اصلا زي ما قلت لك الباند كله اتفكك،
بس لكن في الوقت اللي كنتوا شغالين فيه كنتوا بتغنوا حاجات الفنانين المعروفة اللي الشباب كنا بيحبوها يعني. بالظبط كنا طيب في كتير. فرق جديدة كده، الفرق الأندر جراوند والفنون اللي موجودة دلوقتي برضو اللي الشباب بيحبها قوي، انتوا بتحبوا برضو اللون ده اللي بيبقى أحيانا فيها بعض الأغاني اللي فيها شوية قيم شوية معاني احنا مهمة يعني، عارف النوعية دي من الفن؟ هو ستايل الاندر جراوند اصلا ابتدى يسيطر شويه على الموضوع، اه والشباب كلها بتسمعه، وفعلا هو نوع كويس جدا كويس طبعا كلنا بنسمعه طبعا. يعني. اه بتحب تعرف تحب تغني حاجة من حاجات الفرق دي ولا ما تقول؟ ممكن حاجه المسار اجباري حلو قوي، فيها مسار مثلا، اجباري شغلها جامد جدا. اتفضل. ممكن نقول مسألة حبيبتي. اتفضل. حبيبتي حبيبتي شرطة ميلة فراغ، وهكتب لي حروف اسمك، ما هو انتي في قلبي ساكنة القلب، عارفة بقصتي وحالي، ومين غيرك في قلبي اكتب له مرسالي، مانيش عارف ده جوابك كام، معنتش بحسب الصفحات، ما عنتش بحسب الأقلام، ما عنتش بحسب اللي ضاع من الأوهام، كفاية إني بحبك بس، وقلبك لو بقلبي حس او شاف حاله في بعادك، لا صلى الرب واستغفر لذنبه وصاب، ويا ما في نفسي يا ما في نفسي تيجي لقلبي وتحني، ولازم تعرفي اني لا انا عفريت ولا جني، بحبك بس ايد اقصر كتير مني، فمش هقدر اجيبلك من الدهب كفة، واجيبلك من الياقوت كفة، ومش هقدر اجيب الوالي في الزفة، ومش هقدر اجيبلك بيت يموت القطر لو لف في حماه، لفة كفاية اني بحبك موت، وحب الناس ندامة وعار، وحبي عكسهم عفة. بص انا مش عارفه اقول لك ايه والله، ربنا يوفقك، وموهبتك واضحه ربنا جدا يخليك يا رب، جدا شكرا. الله يخليك، واختيارك الحقيقه للاغنيات يعني موفق جدا بجد، ربنا ربنا يكرمك يخليك يا يا احمد، رب، واحنا شكرا. نحب نشوفك بجد على الساحه، انت يا من ريت الناس والله، اللي والله بجد ممكن تعمل اضافه ان شاء الله يا يعني، رب انت ان شاء الله، ولزمايلك بالشكل ده وباللون ده من الفن هو ده اللي احنا عايزينه. يا يعني رب. عارف في حاجه مهمه قوي ان احنا بنقول دايما الشباب بقت بتسمع مهرجانات، الشباب مش سميعه، الشباب اغانيها مش كويسه، لا خالص يعني، انا شايفاه منك ومن شباب كتير زيك، لا انتوا عندكم هو ودن احنا برضو كويسه وبتسمعوا صح. احنا برضه بنسمع مهرجانات ونسمع كل حاجة، بس الوقت ما نحب ان احنا فعلا نتبسط ما فيش يعني، هي يعني عايز هتلاقيها. اقول انه مش بس الشباب يعني ممكن تسمع مهرجانات، في كتير بيسمع، لكن انت بتغني مهرجانات؟ لا مستحيل. اه ما انا بقول يعني ايوه اه انت تسمع مهرجانات، وكلنا ممكن نسمع مهرجانات كده، لكن ممكن هل يعني تاخدها لون في حياتك او لا مستحيل، ما اكيد تخيلتهاش يعني ابدا. مش الشكل بتاعك ده يعني ما ما ينفعش. تخيلتهاش ابدا. احنا سعداء بيك يا احمد وربنا يوفقك انا بجد. اسعد طيب والله، انت ربنا انت يخليك يا رب. يعني حابب الفتره الجايه احمد العباسي يبقى ليه اسم كده، البوم خاص بيه، اغنيه لوحده، حاجات زي كده؟ طبعا ده انا يمكن ده دي اكتر حلو، حاجة انا بحلم بيها دلوقتي يعني، انا احنا كمان نتمنى بجد نشوف حاجه زي كده ان باذن شاء الله. الله ان شاء الله طيب باذن اقرب وقتنا ينتهي معاك يا احمد، اولا انت تحب تشكر مين اللي وقف جنبك في حياتك دي يعني الفتره الفنيه القصيره دي اللي ان شاء الله بجد تدعم الفتره الجايه؟ الله. بحب اشكر طبعا كل اصحابي اللي هم كانوا دايما بيشجعوني، ولحد دلوقتي دايما بيشجعوني،
صحابي دايما قريبين مني ودايما بس واقفين معاك بجد في حاجه كويسه، يعني مش كل الشباب بتتجمع على حاجه وحشه على فكره، اه يعني لا برضو خالص صح تصورنا ان الشباب بتتجمع على حاجات خالص. او احنا مش عموما كويسه. احنا كجروب يعني في المهندس وفي الدكتور وفي، بس طبعا. احنا كلنا دايما بنساعد بعض في والحمد لله الحاجة ناجحين في دراستكم يا احمد، يعني اه الحمد الهندسه لله. وطب وصيدله، ما اعتقدش ان ما شاء الله يعني مش هيكون عندهم يعني مشكله في الدراسه، لا 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 الحمد لله كله يبقوا حريصين طلبه اصلا حريصين على الدراسه. اه. طبعا. وطبعا بشكر جدا جدا الفنانة نهال نبيل. نهال نبيل نهال نبيل، اه اللي غنت مسلسل سارة صح؟ بالظبط، نهال نبيل اه فنانة صديقتي حقيقة جدا فعلا وياما علمتني وساعدتني وياما وقفت جنبي فعلا. حضرت ففعلا معاك يا احمد ولا انت يعني عرفتها من طريق من طريق الفن يعني؟ لا هي جامعتك جامعاكوا الفن يعني؟ هي معانا في الجامعة، في جامعة مصر للعلوم معاكوا التكنولوجية، كمان، معاكوا في الجامعة. اه هي معيدة في كلية إعلام و ومعيدة كمان، اه يعني فنانة ومعيدة. بالظبط. تمام. يعني في يعني عايزين برضو نقول ان ممكن الفنان يبقى متفوق دراسيا جدا ومع ذلك ماشي في طريق الفن، ما بالظبط بيتعارضوش مع بالظبط بعض خالص ابدا. خالص، تمام. فعلا ما فيش تعارض بينهم خالص، بس اللي يعرف بس ينظم الوقت ده تمام. بس. بجد احنا سعداء بيك يا احمد، انا وسعداء اسعد بكل والله، ربنا يخليك الشباب يا اللي رب. زيك اللي عارف طريقه العلمي وفي نفس الوقت عارف طريقه في موهبته. يعني ربنا يوفقك. الحمد يمكن لله. نختم معاك بحاجة يا احمد، تحب تسمع ايه؟ عندك حاجة وطنية؟ وطنية؟ لا لا مفيش مش حاجة لمصر مجا خالص. لا مش مشكلة. تمام. شوف الحاجة اللي ممكن بتحبها أو أديتها قدام الناس كانت حلوة يعني. ممكن حاجة لأم كلثوم. يا ريت الحاجة اللي عملتها قدام الناس كانت حلوة أوي بالنسبة لك. هو صحيح صحيح الهوى غلا، ما عرفش أنا والهجر قالوا مرار وعذاب، واليوم اليوم اليوم بسنة جاني الهوى من غير معين، وكل مدى حلاوته تزيد، محسبش يوم هياخدني بعيد، يمني قلبي بالأفراح، وارجع وقلبي كله جراح، يمني قلبي بالأفراح، وارجع وقلبي كله جراح جراح جراح. وازاي يا ترى اهو ده اللي جرى، ازاي يا ترى اهو ده اللي جرى، اهو ده اللي جرى، وانا معرفش معرفش انا. احنا والله اللي مش عارفين نقول لك ايه يا احمد، احنا بنشكرك الله جدا يخليك يا والله رب، العظيم، سعداء بيك جدا الله وربنا يرضى يوفقك على ان شاء صاحبك. الله، ونتمنى بجد نشوفك الفترة الجاية وانت محقق يعني جزء من احلامك يا باذن رب. الله. انا برضه اشكرك جدا بشكركم جدا والله على والله، وجودي هنا، وفعلا احنا مبسوط بجد بوجودي احنا معاكم. فعلا سعداء بيك وسعداء بموهبتك جدا يا ربنا احمد، ربنا يخليك يا يوفقك. رب. نشكرك جدا وبنشكر حضراتكم مشاهدينا الكرام. فاصل سريع بعد الفاصل بنكمل فقرات برنامجكم شباب واراء الباصرون. حضراتكم مشاهدينا الكرام ولسه بنكمل فقرات برنامجكم شباب وآراء. مشرفنا دلوقتي خالد محمد السيد، والحقيقة هو مؤسس لفريق بلدنا للأعمال التطوعية. بنرحب بيك يا الله خالد يخليك وسعداء يا جدا فندم، أهلا معانا. وسهلا بيك يعني حضرتك. الحقيقة وجودك النهاردة معانا حاجة مهمة جدا يا خالد، الحقيقة في أكتر من بعد كده هنعرفه منك. بس أولا يعني ما شاء الله في كلية الطب، الله يسلمك. وفكرة الجمع ما بين الدراسة اللي معروف عنها أنها دراسة صعبة وفكرة العمل التطوعي وخدمة المجتمع، بدأت معاك دي إزاي يا خالد؟ هل هو قبل الجامعة ولا مع الجامعة؟ لا هي بدأت فندم قبل الجامعة، كانت في المراحل الأخيرة من الثانوية العامة،
في شعور ذاتي كان يعني مع ان انت في الفتره دي اكيد كنت مضغوط جدا عشان تحقق لا انا كان درجات برضو توصلك في للجامعه. بعد تاني. انا كنت زمان قوي يعني عشت فتره طويله في المملكه العربيه السعوديه، ويمكن والدي، وانا يعني لو موجود في اي حاجه دايما بقول والدي، ربنا والدي يديله هو اللي الصحه. زرع فينا فكره البلد يعني، او فكره حب البلد. رغم انك كنت قاعد بره يا ما هي اسامه يا خالد، دي دي اللي نقطه بدات مهمه يعني. بقى، دي دي نقطه اللي نبدا بدات منها. انتوا بره الوطن خالص، بره بره الوطن وطنك خالص وبره بلدك خالص فتره طويله، وفتره طويله، فتره حوالي طويله مثلا كام سنه نقدر نقول يا يمكن خالد؟ اكتر من 10 سنين، 10 سنين من عمرك متوسط يعني، ما كمان. شاء الله، ما يعني عمرك كله ما مش ضعف الرقم ده قوي. لكن 10 سنين قاعدين بره الوطن، لكن عمال بيقول لك الوطن وازاي يبقى في خير لوطنك وازاي هترجع لوطنك مره تانيه انا وتخدمه. شفت الكلام ده عملي منه، لان اكيد هو طبعا والدي عمل اصلا موظف دوله، وكان عامل الاجازات او حفظ الوظيفه، وكان بيدفع العائد اللي هو للدوله اللي هو عشان يحفظ الوظيفه، وكان هو في التضامن او في الشؤون الاجتماعيه، فكان يعني كمان شغله في الشؤون شو الاجتماعية يعني يعني وظيفه برضه. بسيطه. لا هو الوظيفه دي مردودها ما بعد الاجراءات دي هيبقى زي ما بيسموها مكافاه نهايه خدمه بسيطه، فكان مصر ان هو يعمل حفظ وظيفه عشان مواطن او شاب مصري يشتغل مكانه، وهو بيدفع بالدولار للدوله في السعوديه. وحتى كان قرايبي او اصحابي يقول له يعني قدم استقالتك، انت كده كده مش هتاخد حاجه في الاخر، انت بتدفع مبالغ مهوله. فقال لهم لا، ده واجب عليا. كان بيدفع المبلغ ده سنويا لغايه ما رجع، مش عايز اقول لك مكافاه نهايه الخدمه الاخيره مثلا 15,000 جنيه، هو كان دافعهم مثلا 100,000 جنيه، وهو على قلبه زي العسل. وكان دايما والدي، هو والدي يمكن دي الميزه، ان هو زرع فينا حب الوطن مش الانظمه، مع ازاي؟ ان احنا طب ما دي نقطة جميلة يا خالد، احنا الشباب وقرا النهاردة بنشوف الشباب ازاي بيتزرع فيهم في الطفولة وفي سن الشباب من والدهم ووالدتهم انك تحب وطنك وانك تنتمي ليه وانك تخدمه، لانه ده اللي انت هو عامله النهاردة الفكره لوطنك حضرتك يعني. انه كان يمكن في البيت بنحتفل بالمناسبات زي حرب 73، كنا بنبقى تحتفلوا عندنا بحرب 73 في يعني البيت. عندنا حتى لو كنا هناك، لا والدي يجيب الاشارات اللي موجوده ليها على التلفزيون الافلام بطريقه غير مباشره، مش بطريقه مباشره، لما يعني ندخل احنا نلاقي الحقيقه والدة. احنا بنبقى سعداء قوي بيوم حرب 73 و6 اكتوبر، ده بالنسبه لاي حد طبعا اجازه رسمي حتى طبعا. في الدوله، وبنبقى سعداء جدا. لكن فكره ان احنا نعمل احتفال مثلا لا كان والدي فعلا ونبقى نتلم كلنا كاسره على فكره ان احنا نشاهد فيلم او حاجه زي، مش كل البيوت بتعمل كده، هو هو حريص بقى انه يعمل لكم لما دي عشان بتلاقيه الوطن. تلقائي هو رب الاسره، ودايما يعني ده دور الاسره. احنا لما بنقول في مشاكل في التعليم او كذا، لا الاسره لها دور كبير. لما نلاقي رب الاسره او القدوه الموجوده في البيت، هو بيتفرج على الحاجه دي وبطريقه غير مباشره، هو مش بيجبر، وبيقول تعالى شوف كذا. انا يعني هو مسمي واحده من اخواتي انتصار، لانها انتصار ولدت في شهر 10، مسميها انتصار. على انتصار اكتوبر. وانا ده دي والدك من احنا نتمنى يعني نلتقي بيه، انا والله احنا اختي، بنشكره يعني جدا اختي دي يا من الناس اللي على برضو فكره يا خالد، بنشكر والدك جدا وربنا يديله الصحه الحقيقه، اللي سميها هو زرعه ده شيء يعني الحقيقه فعلا يعني بجد بينم الحقيقه على حبه لوطنه ورغم بعده عنه، لكن ازاي هو هو ده مقدر اللي دي كده خلانا وازاي لما نرجع. بيسمي بنته بالاسم ده؟ يعني مش كل الناس كده الحقيقه، لا لكن ده اللي خلانا لما نرجع يبقى عندي بس هو ده الطبيعي. تصور يعني احنا بقينا نستغرب انه حد بيحب وطنه، يعني ده هو ده طبيعي، لكن هو طبيعي ما شاء الله يعني ربنا طبيعي. بس يديله يمكن الصحه. انا لو زي بقول لك عشت فتره بره، لكن والدي عايش ضعف الفتره بره، لكن طبعا. طبعا. ضعف الفتره، وكان وصل لمناصب كبيره هناك، وكان وصل حتى انه عرضوا عليه الجنسيه، لكن هو يعني رجع لوطنه تاني. ولا رفض طب انت الجنسيه لما ورفض رجعت كل لوطنك حاجه في الجو الصراحه. ده يا خالد الحقيقه، كان يعني قبل طبعا ثوره، انت وريتنا المناخ اللي انت نشأت فيه، بدأت قبل الجامعه بتقول انك بكتير، تشتغل. وكان قبل الرجوع كان من فترات كبيره يعني قبل 2011 بكتير. كان عندي يعني دافع شخصي شديد جدا، هو انت في عليك زكاه للصحه وللعلم وللمال الى اخره. طب احنا بنقول الدنيا سوداويه، وانا اصل اصولي صعيديه يعني، انا عايش في القاهره برضو بس عندي اصول صعيديه. تمام. وفي مشاكل كبيره في التعليم، في الصحه، في قصور في جزئيات معينه. طب انت توفرت لك فرص كتير، في عندك دلوقتي معرفه معينه، طب ليه ما نحاولش نساعد الدوله في طريق معين، نساعد الجهات في طريق معين. طبعا احنا دور تكاملي بسيط، بس انت عليك دور تقدر تعمله. ونشأت الفكره كده، ان احنا جمعنا كان يمكن 3 4 شباب في الاول، ان احنا بدأنا يمكن بان احنا ننظف الشوارع او ننظف قدام بيوتنا، اللي هي الحاجه اللي كل الشباب عملها بالطاقه اللي كانت عند الشباب وقتها هي. وبعد كده بدأت الامور تكبر، وبدأنا نتخصص اكتر. هو ليه مش 5 6 10 يبقوا في مجال طبي، نشوف نساعد ازاي في المجال الطبي، ناس تساعد في مجال التعليم يكونوا، وبنستعين الحمد لله احنا بنستعين بناس متخصصه في المجالات دي، استشاريين واساتذه كبار في الجامعات، وناس حتى مش عايز اقول لك ان وصلت لدرجه ان بيبقى في احنا معانا في مجالات كتير، يمكن ناس في الوزارات يعني مسؤولين كبار بيدعمونا ولو في وراء الاضواء، حتى يعني ان هو الحقيقه ممكن دي يقدم لنا نقطه جديده المشوره والراي حتى لو هو مش هيظهر. بالنسبه لنا، دي نقطه جديده يا خالد، فكره ان دايما الشباب بتيجي تقول لنا احنا بنشتغل وبنحاول نطور وبنحاول نعمل حاجات، بس بعض العقبات الحكوميه بتوقفنا وبعض المسؤولين الحكوميين بيوقفونا. انت الحقيقه شفت ان التجربه لا هنا مختلفه، يعني شفت ان في انا تعاون. شايف انت لو عندك اليقين الداخلي، اليقين الداخلي بان انت عايز تعمل حاجه،
في عقبات وفي روتين كتيره، مش هقول ان الدنيا بسيطه جدا، انت هتمشي عايز تعمل حاجه هتعرف تعملها، لكن لو عندك اليقين والاصرار مره واثنين وثلاثه وهتطرق الابواب مره واثنين ثلاثه، في الاخر هتاخد الموافقه، في الاخر هتاخد التسهيلات، في الاخر هتاخد حد هيؤمن بيك او بفكرتك فيساعدك. وده اللي بيحصل معانا على ارض الواقع، ان في الاول والاخر بيبقى معاك حد بيؤمن بفكرتك ويساعدك. ربنا يوفقك. والاعمال كتير. طيب ايه الاعمال بقى؟ انت اولا اسمك فريق بلدنا. احنا الاسم الفريق برضو ده ليه هدف برضو كمان. بدأ الفريق ده قبل الجامعه ولا في الجامعه؟ لا احنا قدلنا اكتر من 3 سنين ونص يعني في شغالين بالاسم ده. احنا شغالين من زمان. انتوا في الجامعه ولا يعني شغالين بيه قبل الجامعه؟ قبل كمان. وانت نفس المجموعه اللي معاك اللي قبل الجامعه وانضم ليك وانا اسم الجامعه؟ بيتغيروا بيزيدوا، مش عايز اقول لك ما شاء الله، يعني بيبقى كل يوم احنا الاساسيين يمكن 30 40 شخص هم الاساسيين، لكن كتير رقم كبير المتطوعين معانا اللي هو لو ننزل حمله بيبقى بالمئات يعني. طيب مقسمين شغلكم قطاعات بقى في ايه؟ فريق بلدنا عرفنا عليه كده يا خالد. هو احنا الهدف الاساسي نشر ثقافه التطوع. حلو قوي. نشر ثقافه التطوع. التطوع ده بنى دول بره. تكلمي في ماليزيا، في اليابان، ده ثقافه حتى في اوروبا، حتى في الخليج دلوقتي. يمكن الامارات عندهم بيسمي يعني توجه الدوله كلها للتطوع. فاحنا الهدف نشر ثقافه التطوع. حلو قوي. عن طريق بقى مبادرات، حملات، حاجات ايجابيه على الارض. انتوا مقسمين شغلكم قطاعات؟ مش سوشيال ميديا. احنا خلاص زهقنا من ان هو نقعد نتكلم على الفيسبوك وعلى تويتر والكلام. لا تعالوا ننزل كويس نشتغل. كويس ان انت كشاب بتقول كده يعني الحقيقه. لا انا مؤمن بكده، دوره مهم وبيساعدنا جدا واحنا كلنا بنستخدمه. لا مفر. مفيش كده. لكن ازاي؟ خلاص كفايه وتعالوا ننزل على الارض. طب قول لنا كده يا خالد الفريق مقسم. الصحة وده ملف كبير عندنا. ما احنا هناخدهم الاول وناخدهم واحد واحد. الصحة. كم ملف انتوا معاكم؟ الصحة والتعليم، وبنحاول نحارب الفقر عن طريق مبادرات بسيطة تخفف اعباء على الصحة والتعليم ومحاربة الفقر. نقدر نقول 3 قطاعات. جوه كل قطاع من القطاعات دي بقى شغل. اول حاجة ملف الصحة مثلا. يعني عند حضرتك مثلا نتكلم في ملف الصحة، احنا بنشتغل في حاجات توعوية وحملات توعوية. بنتكلم ان احنا نوعي الناس برضو ضد الامراض المنتشرة، الامراض الوبائيه، السكر، الضغط الى اخره، غير ان برضو مع التواصل. انتوا فيكم شباب في كليه الطب؟ كليات قطاعات كتير. كليات الطبيه كلها وصيدله فبيبقى ده دور مهم جدا علينا. كان في حمله عملناها اسمها انا زيك انسان من فتره. الحمله دي كان هدفها ان احنا بننزل الشارع نوعي بدور عامل النظافه، وكنا بنلبس لبس عمال النظافه، يعني استعنا بالشركه وخدنا اللبس مقابل ان احنا بنوعي بدورهم، برضو نوعي الوعي الصحي ليهم يعني. طبعا الحمله دي استمرت اكتر من فتره، غير ان احنا بنروح في منطقه اسمها الاولى بالرعايه، دي ضعيفه جدا في الوعي الصحي، نحاول برضو نساعدهم بالمعلومات الصحيه الى اخره في نطاق المتاح لينا يعني. تمام. يعني بجد احنا سعداء بيكم في الشغل ده يا خالد. طيب نزلتوا بقى الاماكن وبداتوا تشوفوا الناس حابه انها يعني لا الحمد لله تلاقي شغل وحابه القطاع الصحي وكده. تمام. طيب بالنسبه للتعليم. التعليم ده ملف كبير جدا. ده يعني احنا عندنا استثمار كبير في التعليم. نفهمه منك يعني. يعني احنا في مثلا بندخل المدارس او الادارات بالتعاون اكيد مع جهات الحكومه، مش هينفع تخش من غير ما تروح الاداره التعليميه. الاداره التعليميه وفي 6 اكتوبر بالذات احنا عملنا معاهم حمله 3 سنين متتاليه. احنا بنوزع شنطه المدرسه، بنوزعها لهم قبل بدايه العام الدراسي بالتعاون معاهم للغير قادرين والايتام. الشنطه دي بيبقى داخلها الادوات المدرسيه، وكمان معاها في كل مجموعه لو في مدرسه معينه حد يساعدهم في التاسيس في القرايه والكتابه، لان احنا عندنا ضعف كبير في قطاع معين حتى في التاهيل اللي هو البدايات يعني او التاسيس. فانا بدي له الشنطه قبل بدايه العام الدراسي وجواها ادوات تكفيه. العام الدراسي مش عايز اقول لحضرتك من 3 سنين جبنا الشنطه دي بادواتها ب 67 جنيه السنه دي مثلا، جبناها 100 110 مع الاسعار. فالفكره نفسها الاستمراريه. وبندي له كمان حد يساعد. غير ان جوه مدرسه احنا مسكنا مدرسه اسمها دي يعني مدرسه، وانا عضو مجلس امناء في المدرسه دي مهتم بالتعليم، اصغر عضو مجلس امناء مهتم بالتعليم. عضو مجلس امناء في مدرسه وانت طالب لسه. وانا بوجه لهم تحيه في ابن بيتك، المدرسه دي عزيزه جدا على قلبي، هي مدرسه في مكان بعيد، امكانيات محدوده. مكان بعيد. امكانيات محدوده جدا. مش عايز اقول لك ان اللي هو كمال الدالي جه زار المدرسه. محافظ الجيزه. عملنا فيها حفله، جاء رئيس الجهاز ومدير الاداره التعليميه ووكيله الوزاره. مش عايز اقول هي مدرسه بسيطه وده كان الهدف ان احنا اشتغلنا عليها. وادي المسؤولين والله لما لقوكم انتوا بص لما لقوكم انتوا يا خالد مصدقين الفكره وانكم شغالين عليها صح وحابين الموضوع، وانتوا شباب معلش كلكم في كليات لسه. صحيح. مش شباب حتى متخرج نقدر نقول للدكتور ولا المهندس، لسه شباب كل في طلبه في كليات. مع احترامنا الكامل ليكم لكن لسه سنكم صغير. صحيح. على انكم لسه يعني ما بقيتوش في الواقع العمل يعني في وظائف معينه.
لكن مأمنين بالفكره ومصدقينها، المسؤولين صحيح محافظ صحيح امن بيكو، رئيس الجهاز مأمن بيكو، صح. الناس امنت بيكو وامنت وده بالفلوس، اللي حصل، ده اللي حصل، صدقوكو ده اللي يعني، حصل. فاهم؟ يمكن هو ده فعلا انت بتوصفي اللي حصل قدامنا. ما هو احنا يعني عملنا كان كله بيقول انت هتعمل حفله وهتدرب اولاد في مدرسه بسيطه، ما تيجي تاخد مدرسه خاصه ولا لغات ولا عشان بقى كذا. قدام المسؤول وكده. قلنا لهم لا، يعني احنا وهناك في تعاون كبير من المدرسه الصراحه، استاذ سالم والاساتذه كلهم تعاونوا واشتغلنا على المدرسه دي يمكن اسبوعين. لا طلعت حفله على اعلى مستوى، ما شاء الله. كانت مناسبه لمناسبات عيد الام والحدث ده يعني، كانت حفله والطلبه كلهم شاركوا، كانت حاجه غير طبيعيه. حاضر مش عايز اقول لك كل مسؤولين اكتوبر ما شاء الله. التنفيذيين بعديها طلبنا زياره اللواء كمال وجالهم المدرسه وقعد معاه، ومش عايز اقول لك ان استجاب لبعض مطالب الطلبه، يمكن يعني قعد في طلاب كده بيقولوا له حاجات خاصه بيهم جوه الفصول او كذا استجاب ليهم. فيمكن ده اللي انت قلتيه فعلا، ان هو بعد ما بتنجح على ارض الواقع بتلاقي الناس معاك يعني. يا وصح، ريت يبقى كتير من الشباب كده والصور زيكم كتير يا خالد، احنا والناس هنجمع حالا الصور ونشوفها معاك. لكن الحقيقه انت بجد فكره انك انت اي شاب بشكل عام لما يصدق بس فكرته ويسعى عليها، ممكن اللي حواليه يقتنعوا بيها على يقتنع. فكره يعني. صحيح بس ليه احنا مش مأمنين بدي بقى يعني؟ الحقيقه لازم نأمن بيها فعلا الفتره دي يعني، صحيح. مش كده؟ لا هو كلام حضرتك صحيح 100%. ربنا يكرمكم يعني خالد، ويوفقكم ان شاء الله. طيب الله يخليك. اشتغلتوا بقى على تعليم بالشكل التعليم انا ده؟ بديك مثال ان احنا فعلا في حاجات تخصصيه بنمسك مدرسه نشتغل عليها طبعا. هل دروس تأويل الطلبة برضو؟ هل في حاجات زي كده؟ لا المدرسه دي مش بس احنا عملنا حفله، لا ده احنا شغالين على حاجات سلوكيه في المدرسه. يمكن دلوقتي والسلوكيات السنه ودي دي وانا في مهمة مجلس جدا. امناء المدرسه دي، احنا عندنا توجه ان هنخليها مدرسه نموذجيه، مش المدرسه دي بس، شغالين في مدارس بنسمع ثانيه ان كتير. وزارة التربية والتعليم بتعمل مجموعة من المدارس احنا النموذجية. يهمنا النموذجيه حتى مش على الورق، يعني مش ان هي تبقى نموذجيه على الورق، حقيقي، ما احنا هو ده اللي شغالين احنا على السلوك جوه بنتكلم. المدرسه. طيب تعالوا يا اولاد ايه المشاكل عندكم، تعالوا نعمل لهم طب مسابقه يعني. الولاد بيدوا يا خالد برضو يعني؟ الحقيقه جدا معلش، الولاد لا هتبقى جايه لك في مدرسه صغيره من بيئات اجتماعيه ممكن تبقى بسيطه، صحيح من بيئات صحيح اقتصاديه بسيطه غصب عنه يعني. والحقيقه دايما لازم نكون مؤمنين بده، انه غصب عنه هو ما حدش علمه سلوك يعني الاكثر تحضرا، ما حدش علمه ازاي يتعامل مع الاكبر صحيح منه، ازاي يتعامل نظافته الشخصيه، ما حدش علمه برضو بشكل للاسف الشديد يعني مفصل ايه النظافه الشخصيه بشكل صحيح معين، الحاجات دي. فانك تدخل وتساعده ويستجيب او لا يستجيب بقى، هو دي حسب الولد ده متقبل منك ولا لا. صح. ده ايه اللي حصل بقى؟ ممكن حسب الجزئيه اللي حضرتك بتقوليها لازم يبقى عنده تقبل، ده امر اساسي. لكن هو زي ما انت حضرتك قلتي هيصدقك ولا مش هيصدقك؟ انت رايح له ليه؟ مش عايز اقول لازم لك ابقى ان مصدق ان هو ما حدش علمه على فكره، هو غصب انت عنه، رايح له هو ليه؟ سلوكه دي مش برضه متحضر بيصدقك. او سلوكه معلش ما فيهوش يعني بعض سلوكات النظافه الشخصيه مثلا ممكن تبقى فيها مشاكل، مش ما هو ما حدش علمه، محدش علمه هو حد علمه بس هو ما كده. عملش ده. فانت لما بتروح له بالعلم وبتروح له بالاسلوب البسيط لازم اسلوب معين عشان اسلوب تدخله معين، اسلوب بسيط، وانت بتروح له بصفه انت يعني، انت بقى بتقول له وشباب انا اخوك المتطوع الكبير كلكم بقى. او والبنت بتقول له انا اختك الكبيره للولد هناك. فانت بتلاقي استجابه مش عايز اقول لك غير طبيعي، اشتغلت على غير حاجات معينه طبيعي. في السلوكيات زي ايه مثلا؟ احنا احنا بنقول انا النهارده هديك لانه مثال من المدارس. نتمنى شباب تشوف انا ذكاء. دخلت في احدى المدارس قالوا لي، وده واقع يعني، قالوا لي ده في ولد في فصل كذا، احنا هندخلك فصل تاني يعني بدلش الفصل ده. وده مش المدرسه دي يعني، في مدرسة تانية. في مدرسه تانيه قالوا لي في ولد هنا في سته ابتدائي بيشيل مطوه على المدرسين وبيرفع مطوه على المدرسين. في ستة ابتدائي في سته ابتدائي يعني يعني سته خمسه مش 11 فاكر، سنة عشان يعني 10 11 سنة ماسك 10 11 المطوة سنه. بيرفعها على فقلت لهم المدرسين انتوا بتتكلموا يعني، انتوا مش عايزين ندخل، ده فصل مشاغب وسيبه. وبيرفعها على المدرسين مش على بيستخدمها، العيال لا حتى، ده على بيستخدمها المدرسين. يعني، لا ممكن يطلع ما هو بره على العيال بقى والمدرسين. يرفعها. فقلت لهم طب وانتوا ايه الحل؟ واللي كان بيقول لي الكلام ده يعني اخصائي اجتماعي او اخصائيه اجتماعيه. فقلت لهم ايه الحل؟ ان انتوا خالد عايز يجي يساعدكم في حاجه، تبعدوه عن الفصل ده تودوه فصل تاني كويس ونسقف ونتصور ونعمل ونمشي. قالوا لي والله احنا عشانك وعشان مش عارف. قلت لهم يا فندم طب دخلوني الفصل ده وبطريقه غير مباشره، وقفوا لي جنب الولد ده بس حسسوني ان هو الولد يعني، من غير ما نقشر. ما هو دايما دي المشكله يا فندم، ان انا ممكن اقول انت اهو، انت الوحش، انت السلبي، انت اللي بترفع خلاص هو مطوه، هيبقى كده. فخلاص انا، وغير كده بعمل له اقصاء، اقعد في اخر الفصل مش هنساعدك، مش هتطلع رحله. فانت بتخليه خلاص هو ناقم، ناقم على مجتمعه وناقم عليك كمدرسه. والسلوك ده اصلا موجود، واضح ان سلوك ناقم على المجتمع جدا، وطبعا في مشاكل اكيد اسريه واجتماعيه، لو دورت عليه هي دي، هتلاقي حاجات احنا كتيره لقينا جدا. عنده مشاكل اسريه. طبعا، وكمان بقى هتلاقي ان في سلوك مقابل في المدرسه، انه ده طبعا حله ان هو خلاص بقى هذا الولد الموصوم بانه العنيف اللي صحيح. بيرفع مطوه بيكمل. احنا هو انت دلوقتي الولد ده في تاني اعدادي ومعانا في الفريق، بس مش يعني ومعاكوا في في الفريق. الفريق. وانا لا الهدف لما قلت لهم لا وقفوا احكي لنا جنبه، بقى، ده لازم لما قلت تخيل لهم كلنا وقفوا عملت ايه. جنبه كان يعني عشان اعرف مين ده. ففي الفصل بقول لهم، رحت سالته اسئله ما كانش بيشارك خالص، علم مصر ايه مش عارفه، ما هو يعرفوش. مش عارف، هو عارف بس مش عايز يجاوب، قول لي كذا، مش عايز يشارك اصلا.
لغايه ما خليته بطريقه معينه. وانا برضو يعني بنبقى قاريين في انتوا علم النفس لسه ودارسين كنت في اقول لك علم انتوا النفس. قاريين يا انا انت انا بتتكلم بصفتي على الشخصيه الاقصاء وزمايلي وبتتكلم على الحاجات دي يعني قاريين. فرحت لقيت الولد بعد ما خليته حاجه بسيطه وزمايله سقفوا له وطلعناه في الفصل كده عمل ظهر، ايه؟ رحت كلمته بعد الفصل عمل خالص. سلوك يعني معين انا كويس؟ خليته عمل حاجه كويسه يعني، سالناه حاجه مثلا وخليناه يشارك والطلبه يسقفوا له. بعد الحصه ما خلصت خالص خدته في فصل كده وقعدت اتكلم معاه وتابعناه، فعلا تابعناه ممكن اسبوعين او كذا، وساعدنا حد متخصص يعني. فالولد ده اسبوعين شغالين ان احنا نشوف ايه مشاكله، حاولنا برضه حلينا جزئيات من المشاكل الاسريه والنفسيه عنده. مش عايز اقول لك ان اسبوع في اسبوع في شهر بقى الولد بيتحسن، وبقى دلوقتي منتظم دراسيا، غير ان كمان بدا بقى يعني لما ندعيه في عمل تطوعي ينزل ينظف الشارع معانا يعمل، بنلاقيه اول واحد بيجي معانا يعني. فده دليل ان مفيش يعني مفيش مستحيل، وكان ده الهدف يعني. وانه احنا بنقول انه طبعا عندنا لو دورنا كده ورصدنا هنلاقي ان في مشاكل كتيره جدا عند طلاب السن المراهقه بالذات الاعدادي والثانوي، كتيره صحيح. جدا اللي بيرفع مطوى، العنيف مع اصحابه، يعني بس حاجات سلوكات نشتغل رهيبه عليهم، جدا، لكن نشتغل عليهم محتاجين الناس تشتغل عليهم، والناس اللي تشتغل عليهم يعني لازم تكون مصدقه ولازم تكون متطوعه الحقيقه، لكن جهود الحكومه بس معاهم صح، هي دي برده مش هتنفع لوحدها، صح مش هتكفي يعني، صح. لازم يبقى في ناس حابه ان مجتمعها يتغير من خلال برده انها تغير سلوكيات بعض الطلبه صحيح. اللي زي دول. لا هي بجد يا خالد احنا سعداء بيك وسعداء بصدقك انت وزمايلك الله يخليك يا وفريق فندم، بلدنا، فريق متميز، ربنا يوفقكم ان شاء الله. طيب يمكن وقتنا قرب للاسف ينتهي معاك يا خالد، ايه اللي تطمح تشوف بيه فريق بلدنا وفكره التطوع بقى زي ما انت بتقول احنا بننشر هي ثقافه فكرة التطوع؟ التطوع، بالظبط لأن كده، في مئات الفرق، ما احنا بنتكلم على فكره التطوع بالظبط، مئات تحب الفرق تقول ما شاء للشباب الله اللي زيك كده يمكن أفضل مننا بكتير. إحنا مش الأفضل، ولكن إحنا الأكثر، يمكن إحنا بنسعى شوية وبتواجهنا صعوبات وإيجابيات. إحنا عملنا حاجات كتير في قطاعات مختلفة يعني. أنا بطمح إن يبقى في توجه في الدولة، ولو من الصعوبة إن نقول وزارة للتطوع، لكن أنا بطمح إن يبقى في توجه، حتى لو تبقى من مسؤوليات إحدى الوزارات التطوع يتفتح ملفه، لان احنا عندنا مجتمع مدني متسع جدا في مصر، طبعا عندنا مؤسسات وجمعيات كتير، لكن للاسف دورها يعني كل واحد شغال في جزء لوحده، مفيش تكامل، مفيش ناس مثلا يعني ممكن تلاقي فلان وفلان شغالين في نفس الملف في نفس المكان وبيفيدوا نفس الشخص مرتين، او بيديله نفس الشنطه رمضان دي مرتين وثلاثه لنفس الشخص، عشان مفيش تكامل ومفيش ترابط. وانا شايف ان طاقه الشباب موجوده، انت عندك جامعات وحتى الثانويه والشباب دول اعداد مهوله، لا يبقى في توجه زي ما بقول لحضرتك للتطوع، ويدرس والطلبه دول يعني يؤهلوا، صحيح وتوجه طاقتهم التطوعيه دي لصالح ملفات في الدوله وملفات في الوطن بطريقه بس منظمه، احنا وتبقى والله حملات قوميه، وحتى يرعاها كمان يمكن السيد الرئيس يبقى على اول رعايتها، بحيث انها تدي دافع للشباب. والسيد الرئيس في العام اللي فات كان والله معانا قلبا عامل الشباب وقالبا، يعني الحقيقه كان العام معانا اللي فات، الصراحه قلبا وقالبا، وكان سياده الرئيس موجود معانا في مؤتمر وشاركنا في شرم حاجات الشيخ وبيشارك الشباب والله بشكل كبير جدا، بس الشباب هي كمان برضو يعني الحقيقه لازم تحس بالدفعه دي، وانه صحيح فعلا المجتمع بيتغير، لازم تصدق ان المجتمع بيتغير بجد صحيح. بجد. سعداء بيك يا خالد وربنا شكرا يوفقك ان شاء الله، ونتمنى لفريق بلدنا كل التوفيق كمان ان شاء شكرا الله. يا فندم بزوري، بشكرك جدا شكرا وكل التوفيق. شكرا، بنشكرك وبنقف مع حضراتكم مشاهدينا الكرام، وفاصل سريع وبعد الفاصل نستقبل الطالبه عائشه حسني باحث ماجستير وهتكلمنا عن تفوقها الدراسي بعد الفاصل. حضراتكم مشاهدينا الكرام ولسه بنستكمل فقرات برنامجكم شباب واراء، مش عارفانا دلوقتي عائشه حسني باحث ماجستير وهتكلمنا عن تفوقها الدراسي. برحب بيكي عائشه وسعداء بيكي جدا معانا النهارده. الحقيقه تبتدي منين يا عائشه رحله التفوق؟ نقدر نقول من الكليه ولا من التمهيدي؟ لا من الكليه، من الكليه اساس التمهيدي. طبعا مفيش كلام. اختيارك لكليه البنات قسم علم الاجتماع بالذات يا عائشه، هل مكتب تنسيق ولا انت اللي مختاراه؟ لا من الاول كده. مكتب التنسيق الكليه. مكتب التنسيق. طيب الكلية. خلينا نتكلم كده عائشه بكل صراحه عشان نقول بعد كده الحمد لله ان حياتك اختلفت يعني اكيد بعد كده. انت لما كنت حابه ايه في ثانويه عامه بعد ما خلصت ثانويه عامه كان في ذهنك كليه معينه وما جاتش وجت كليه البنات قسم علم الاجتماع؟ انا كنت عايزه علم نفس. انت كنت عايزه علم نفس يعني ما كانش طموحك يعني حاجه معينه لكن كنت عايزه اي كليه بتدرس علم نفس؟ تمام. بعد كده لما دخلت كليه البنات عرفت ان في قسم اعلام. بعد كده قلت ما هو احنا عندنا في كليه البنات شعبه اعلام متفرعه من قسم اجتماع، فقلت خلاص انا هدخل قسم اجتماع عشان ايه ادخل اعلام. اعلام تمام. بعد كده جبت كان احنا عندنا في شعبه اعلام لازم في شروط معينه اللي هو انترفيو وتقديم معين، وفعلا جبت تقديم معين ودخلت شعبه اعلام. طب كويس بعد يعني كده الحمد حولت. لله حققتي بس جزء من الحاجه اللي انت عايزاها. بعد كده حولتي لقيت ان هو ان مستوى اللي انا كنت عايزه ادرسه، فحولت بقى اجتماع، خدت كملت اجتماع. كملتي اجتماع بس مش اعلام. حلوه الحته دي لانها يعني نقطه مهمه يا عائشه. لما لقيتي نفسك في الحاجه اللي انت قلتي في ذهنك انا عايزاها مش حباها،
مش بقى يعني تحدي وخلاص مع نفسي، لكن قلتي لا هغير واروح على اجتماع. ايه اللي عجبك في اجتماع يا عائشة؟ ان هو زي ما الدكتور الطبيعي اللي خريج كليه الطب فاهم الانسان من جوه، بيقدر ان اي مرض في الانسان ان هو يكشف او يلاقي الطرق ان هو يعالجه، كذلك خريج قسم اجتماع ان هو دكتور المجتمع. حلو قوي دكتور المجتمع دي عايش فاهمها يعني ايه؟ يعني انت لما بتتعاملي مع انسان وتبقي بتشخصيه نفسيا واجتماعيا زي ما الطبيب بيشخص المرض، بتشخصيه ازاي او بتشتغل عليه؟ انا بفهم المجتمع، بفهم المجتمع مش شرط اللي هو الدوله والسياسه والحاجات، لا المجتمع ممكن يكون الاسره، الاسره نفسها اللي هي المكونه من اب وام وابناء. في مشكلات بتقابل الابناء مثلا تجاه تربيه معينه من باباهم او مامتهم، فانا كباحثه علم اجتماع بقدر بقى اشوف الكسور منين. صحيح. فحاول بقى ان انا ايه اقول لا للاب، طب في اساليب معينه، في حاجات معينه، للابناء نفس النظام، وبيبدا بقى يكبر. يعني اساس المجتمع الاسره، بعد كده بتبدا تكبر بقى الطفل دوت بيروح مجتمع تاني، المدرسه، الاب والام مؤسسات تانية. فكذا هو ده تخصص علم الاجتماع، خير ما الناس فاهمه خالص ان هو ايه خدمه اجتماعيه. اي حد خريج اي حد خريج علم اجتماع يقول له على طول انت هتشتغل اخصائي اجتماعي. صحيح. لا دي حاجه تانية خالص، هو بيبحث بيشتغل في ايه يا عائشه؟ هل فرصه العمل، ودي نقطه برده مهمه عشان انت بتقولي ان الناس في ذهنها انه اخصائي اجتماعي في المدرسه وبس. لا يعني حقيقه علم الاجتماع ليه شغل ابعد من كده بكتير. يعني هو باحث في الاخر. تمام. يعني ممكن يشتغل في مؤسسه زي مثلا مصحات النفسيه؟ لا ده بيبقى خريج علم نفس. علم نفس بس ممكن يروح الصحه النفسيه اللي هو عايز يدرس جانب معين، يشوف مثلا ازاي المرضى دول، المرضى مثلا المدمنين ايه اللي دفعهم لكده، ما هو ايه اللي دفع المدمنين، ايه الظروف الاجتماعيه اللي خلتهم يعملوا ده. مش من الناحيه النفسيه خالص، مش من الناحيه النفسيه، من الناحيه الاجتماعيه مجتمع، عشان يرصد الظواهر نفسها، المشكله نفسها، الظواهر والاسباب اللي ادت كده، ويبدا بقى يطلع نتائج ويعيدها على المستشفى يقول لهم والله انا وصلت لكذا كذا فعايزكم تطبقوا. وده مهم قوي، ده يساعد جدا في التشخيص الحاله. لو لو ما فيش حد راصد ايه المشكله جايه منين بالظبط، مش عارف يحلها. بالظبط. يعني لو عارف السبب بطل العجب. طيب تمام يا عائشه، ده رائع. انت بقى بعد ما خلصتي الدراسه الحمد لله، يعني تقريبا كده انت اخترتي الحاجه، مش كتير الناس على فكره بيتوفر لها انها تختار الدراسه اللي هي عايزاها. الحمد لله، فده توفيق من ربنا انك انت اخترتي الحاجه اللي انت حباها. دخلتي تمهيدي ماجستير ليه؟ ليه عائشه بقى حبيتي تكملي دراسات عليا؟ عشان انا كنت عايزه ابقى معيده، وعايزه ابقى عضو هيئه تدريس في الكليه. وبعد كده جيت في اللي حصل ظروف معينه في سنه تانية فاثر على التقدير، فما بقاش كده. بس الدكاتره هم الدكاتره الحمد لله بيحبوني في القسم، فلا كانوا شايفين ان انا لازم اكمل. هم نصحوكي انك تكملي؟ وده جميل، علاقه بين استاذ وطالب. والله انه يغير يعني مسار حياتك. انت ممكن تكوني حتى يعني خلاص ممكن تاخدي الحياه العمليه، قال لك لا كملي دراسه. شايف فيكي حاجه معينه. هم اللي نصحوني راصدين برضو حاجه معينه فيكي عشان علم الاجتماع بقى. ايوه هم نصحوني ان انا اكمل. وانا سمعتي كلام؟ كمل. واسرتك مشجعاكي؟ الحمد لله. طيب كملتي تمهيدي ماجستير وحصلتي على المركز الثاني على مستوى الكليه. مستوى القسم، على مستوى القسم في يعني في الكليه. كنتي سعيده بده؟ طبعا. كنتي حاسه انك هتعملي ده ولا ما كنتيش حاسه؟ لا كنت بحاول. كنت بحاول، بس هو دايما كان بيقول لك الاوائل لازم يبقوا معيدين. فلما انا بقيت الثانيه وانا مش معيده، هم في دكاتره نفسهم في القسم طلعوا الكنترول يشوفوا الخلل ده جه منين، هو اكيد في حاجه غلط. ان هو لازم يبقى الاوائل معيدين، ما ينفعش يبقى حد مش معيد. بس انا على طول ببقى في الكليه، عشان انا الكليه من وانا طالبه كنت بس بدخل في الاكتيفيتي كلها بتاعت الكليه. طب وده جميل ليه يعني؟ فاهمين دخلتي في ايه عائشه؟ وليه يعني الحقيقه حاسه ان الطالب لازم مع الدراسه الاكاديميه يستفيد برضو من نشاط الكليه؟ طبعا. في كتير بيدخلوا وبيخرجوا زي ما لا هو اول حاجه ان انا حبيت الكليه دي حته مهمه، وحسيت ان انا دوت مجتمع صغير بالنسبه لي، لازم ادي الاول عشان اقدر ادي المجتمع الخارجي. صحيح. فلازم ابدا من الكليه. فبدات باتحاد الطلبه. اشتغلتي على ايه بقى؟ ان انا كان ايام الانتخابات كنت بنزل اشوف الدنيا ماشيه ازاي، الدعايه، ايام الترشيح الطلبه. بعد كده بدات الكليه، عني ما دخلتش الاتحاد، بس بدات العميده والوكلاء يعرفوني، فبداوا يرشحوني في حاجات لمستوى الجامعه، يعني خرجت من الكليه للجامعه. بانتمائك لكليتك يا عائشه وصلت للانتماء للجامعه. بس بعد كده بدات اخطي باني قسم اجتماع، فبدات اروح بقى على مستوى الجامعه ان انا اخطي المهرجانات، كل اي مهرجان يحصل في الجامعه، ندوات، مؤتمرات. تغطيه بشكل اعلامي. ان احنا قلت لك ان احنا في الاول اعلامي. واحنا بندرس مواد اعلام.
بعد كده الكليه بقى يعني اتبنتني بمعنى اصح. الكليه متبنياكي واضح جدا يعني. ده حلو قوي الانتماء والله للكليه واحساس الكليه بيكي، ده حلو. انت حاسه بده؟ طبعا. حتى بعد ما انا اتخرجت اديتيها اديتك يا عائشه. طبعا. حتى ما انا اتخرجت دلوقتي هم لحد النهارده عايزيني. وبقيت يعني السلمه بتوصل طريق تاني. بدأت دلوقتي في الجودة بقى هم عايزيني. ما انا هنسألك بقى الحقيقة يعني مرحلة بقى الحمد لله التمهيدي خلصت والمركز الثاني على مستوى تمهيدي على مستوى القسم، وبدأتي في إجراءات تسجيل الماجستير يا عائشة؟ ربنا يوفقك. انت واخدة موضوع معين ولا؟ واخدة على تطوير المؤسسة. تطوير المؤسسة. وده برضو يعني ايمانا منك بان المؤسسة شيء مهم جدا. طبعا. لو انسان انتمى لأي مؤسسة، مش بس مؤسسة الكلية، لكن اي مؤسسة بينتمي ليها الانسان. يعني ربنا يوفقك، موضوع مهم يعني. طيب الحقيقه دخلتي في ملف الجوده، وده برضو دايما في نظام ملف الجوده برضو للساده المشاهدين ما يعرفوش، بيبقى في مجموعه من الطلبه موجوده مع الاساتذه اللي بتحضر الكليه لمعايير معينه عشان تعتمد بعد كده من المجلس الاعلى للجامعه. انا كنت في الجوده من وانا طالبه. زي ما انت بتقولي كده ان هو بيبقى في طلبه، فمن وانا طالبه وانا معاهم، فكانوا بيحاولوا. بس هم اللي بيختاروا، انت ما بتقدميش نفسك. هم لازم يختاروا ناس معينه. هم اختاروني برضو. اختاروكي ودي برضو مسؤوليه يا عائشه. من وانا طالبه اختاروني، ان انا كنت الاول ان انا ايه، مش كمان وانت في التمهيدي، من وانت طالبه شايفينك ورصدينك بقى. انا سنه رابعه بتوع علم اجتماع بقى رصدينك. فعشان انا كنت قريبه من الطلبه، فهم كانوا عايزين يشوفوا ايه الحاجات الطلبه عايزينها من الكليه عشان يبداوا يطوروها عشان الاعتماد. فانا كنت بنقل لهم الصور ديت، كنت اقعد مع الطلبه وباني طالبه زيهم، واقول لهم في حاجات عايزين كذا، عايزين تتشو، عايزين حاجات معينه. فلما اتخرجت قالوا لا احنا يعني هتكملي معانا في ملف الجوده حتى وانت متخرجه. ودلوقتي لحد دلوقتي معاهم، ولحد دلوقتي بشوف ايه نقاط القوه للكليه بتعملها، ايه نقاط الضعف، وابدا انقل الصوره ديت للطلبه. وانتوا شغالين في الملف دلوقتي يا عائشه؟ طيب الحاجات اللي انت رصدتيها من الطلبه بدا هم يشتغلوا عليها؟ يعني ايه ده اللي احنا بنبدا نعمله. كويس. إن يعني مش مجرد رصد وخلاص. لا، ان هو بنبدا وبنبقى كل مثلا شهرين كل شهرين 3 شهور بنبدا ان انا ايه اشوف بقى تطورات اللي حصلت وانقلها للطلبه. يعني اقول لهم انتوا كده اشتكيتوا لي من كذا وكذا، فاحنا دلوقتي بدانا نعمل نخطط الحاجات دي. تمام. عشان الطلبه هم اي طالب تقدر تقول يدخل الجامعه يقول لك انا مش عايز الجامعه، انا بس بروح المحاضرات. وفي طلبه يقعدوا طول السنه ما يحتاروش ويروحوا على الامتحان عشان هم مش حابين الكليه، يصوروا المذاكره وخلاص. فمش حابين الكليه. فده اللي انا بحاول اعمله. لا، الكليه بتحاول ان هي ترتيكوا زي ما انتوا عشان انتوا تبقوا عايزين، تبقوا راضيين وتبقوا منتميين للكليه. بالظبط. طيب بعد كده الحقيقه شاركتي كمان يا عائشه في اسبوع الشعوب في الجامعه. ايه اسبوع الشعوب ده؟ برضه ممثله للكليه؟ كل الحاجات دي تمثيل للكليه. الكليه كانت جامعه عين شمس بتطلب من كل كليه طلبه من عندها يبقوا في المهرجان. تمام. فالكليه كانت بترشحني، انا عملته مرتين، حضرتهم مرتين سنتين ورا بعض. بتبقى عباره ان كليه جامعه عين شمس بتستضيف ناس من كل الشعوب، من ماليزيا، من الهند، من فلسطين، من كل دول العالم. تمام. ليه؟ عشان الثقافات تتراقى. نبدا من حيث الاكل، اللغه، ملابس، كل حاجه. بيبقى دوت عباره عن اسبوع، كل دوله بتطلع. بتقعدوا مع بعض الاسبوع ده؟ بتقعدوا في اماكن بقى خاصه في جامعه عين شمس. الجامعه بتستضيف كل الدول، بتبقى عباره عن السفاره هي اللي بتجيب الناس. ونبدا بقى ان احنا نتكلم معاهم ونحاول نوصل. بيعمل تواصل بينك وبين زمايلك؟ وهم طلبه في جامعه عين شمس الشباب دول بيبقوا كمان طلبه يعني من افريقيا ومش عارف ايه، من طلاب جامعه عين شمس. السفاره بتاعتهم هي اللي بترشحهم، لكن هم طلبه اصلا في جامعه عين شمس برضو. مش كلهم، في بعضهم موجودين بيدرسوا في مصر وجايين عندكم. طيب يعني دي برضو ادتك ايه يا عائشه؟ دي حته مهمه قوي، انت عماله ترصدي في مجتمعك، ممكن ترصدي برضو ثقافات شعوب تانية وخلفيات ثقافيه خلال قاعده اسبوع. هو مش رقم كبير بس برضو يعني بتحتك ليهم كاكل وكشرب وكعادات وتقاليد، ممكن ترصدي شويه حاجات برضو. ايوه، وفعلا بتلاقي ان احنا كدول عربيه كلنا في حاجات زي ما في حاجات مختلفين فيها، بس اكتر الحاجات كلنا متفقين فيها. يعني الخلفيه الشرقيه والعربيه واحده. بالظبط. في التقاليد، في العادات، حتى الاكل. يعني تلاقي هم بيقولوا احنا بنحب اكل المصريين، وهم كمان بيحاولوا يقلدوه، يحاولوا يعملوا زيه عشان ده بيدل ان احنا عايزين اكل مصري. طب والله كويس، مصر مسيطره في الاكل. يعني والله حتى لما اروح الاقيهم عارفين اكلات الشعبيه بتاعت مصر. طبعا عارفينها هي حلوه بصراحه. ويسيبوا اكلهم ويروحوا ياكلوا من اكلنا. ايوه.
فهي في صحيح. متفقين اكتر. ودول يعني افريقيا بتلاقي برضو ليهم عادات وتقاليد واحده بالظبط. برضو قريبه، طريقه الحديث، طريقه هي الملابس اه بشكل معين. اه فدوت بيخلي ان انا ايه بتعرف على ثقافات تانية، يعني لما اجي اتكلم او اجي اقرا كتاب او اجي اعمل حاجه بيبقى عندي خلفيه ان انا قبل من كده اتعاملت الاحتكاك المباشر مع بالظبط. الناس دي. يعني لو مثلا لو تيجي تقراي عن ثقافات الهند مثلا، يعني لما انت بتقراي او بتشوفي على الانترنت غير لما بتقابلي الناس نفسهم، الهنود نفسهم، تلاقي طبعا الدنيا مختلفه. طبعا فده احنا بنشوف بيوصل الهندي بالفيل وحاجات كده. لا طبعا الشباب يعني ممكن يكون متعلم بالظبط. جدا ايوه وفاكر كل حاجه، يعني برضو الدراما بساعات بتصور حاجات غلط يعني. بالظبط. تمام. طيب استقبال الطلاب الجدد برضو في الكليه برضو كنت في الملف ده، انت ما شاء الله مسيطره يا عائشه في الملفات بتاعت الكليه كلها. الحمد كنت لله. في استقبال الطلاب الجدد ليكوا طريقه معينه؟ حاسه ان برضو انت بما انك كنت طالبه يعني لسه قريب جدا متخرجه، حاسه الطالب الجديد بيبقى عايز ايه او فاهمه يعني ان هو طبعا جاي متوتر قلقان مش بالظبط عارف يعني من الثانوي والدروس والمذكرات والكلام ده، هنا ما فيش الكلام ده، في محاضرات بالظبط. وفي سكاشن، في حاجه تانية خالص، فبتعرفي تقابليه وتقولي له ايه يعني او تعرفي ما دوت تتعاملي بيبقى انا عشان انا كنت في يوم من الايام زيهم. وقريب مش بعيد يعني. انا برضه في استقبال طلاب من سنه تانية، من تانية قعدت 3 سنين بستقبل تستقبلي طلاب الجدد، الكليه برضو بتبقى مرشحاكم، الكليه مرشحاكي في كل حاجه يا عائشه ما شاء الله. تمام. فببدا اكيد حاسينك على فكره وحاسين ما ايوه شاء الله انك انت تقدري تسدي في المسؤوليات دي كلها الحمد ما لله شاء الله. ان انا ببقى عارفه هم جايين ايه اللي في فكرهم، بيبقوا خايفين، جايين ازاي بقى؟ بيبقوا جايين خايفين من الكليه، وخصوصا ان كليه البنات جامعه عين شمس، فبيبقوا شايفين ايه ده كليه بنات، وحتى هم مسمينها مدرسه ثانوي من كتر ما هم هي كمان الكلية كلها بنات، دي حلوة قوي. بالظبط. لا بس هي مش كلها بنات، هم ده اللي هم مش فاهمينه. مش كلها بنات والله. ايوه لا يعني في طلبة تمهيدي ماجستير دكتوراه اللي بياكلوا بياخدوا تكريمات. يعني في طلاب في الدراسات العليا وكده طبعا اولاد يعني. وفي اساتذه كمان. بالظبط ما ينفعش ان احنا برضو يبقى ايه جايين بالظبط. ان كل الدنيا بنات. هم بيبقوا جايين اصلا خايفين من الكليه، مش عارفين هم هيعملوا ايه، فانا ببدا بقى اقول لهم لا في احنا كليتنا فيها اقسام كذا وفيها شعب كذا، الشروط بتاعتنا ايه عشان تدخلي القسم اللي انت عايزاه. في اقسام كتير كمان عائشة جدا، فلازم الشباب يبقوا عارفين. بالظبط. فان هي بقى عشان مش بعد ما تدخل قسم زي ما انا حصل، كنت فاهمه ان قسم شعبة اعلام حاجه وقسم اجتماع حاجه تانية خالص، ما حدش قال لي. ما حدش قالك، فانت بالظبط بتوعيهم بقى بالظبط. الحاجات اللي انت فببدا عرفتيها. اقول لهم لا قسم اجتماع هتخرجي تشتغلي كذا، قسم علم نفس هتخرجي تشتغلي كذا. تلاقيهم كمان الحقيقه يعني فكره دي هنا بتطمنهم كتير يعني، بالظبط. بتاخدي الصدمه الاولى بتاعت فكره ان بالظبط. المكان متغير وبيرتاحوا يعني عليهم. هما لما بيشوفوا حد زيهم غير لما مثلا يقابلوا دكتور هيخافوا كبير بقى. يحسوا لا ان هما مش هيعرفوا يتكلموا معاه، فانا انا بنزل لهم بقرب منهم وببدا ان انا اشوف مثلا هما ايه اللي مش عاجبهم، ايه اللي خايفين منه، واطلع للدكتور الجامعه او الدكتور بتاعهم واقول لهم، اقول له بتطلعي للدكتور تقولي له ده انتوا خايفين من كذا؟ بقول والله له ده كويس جدا. ان انا ان ميزه الصراحه وفي في هنا انصات يعني واهتمام من الدكاتره الحقيقه ما بانه اقدرش عايز اقول يسمع عشان كلهم، ما اقدرش اقول كل بس في لا موجودين. لكن يعني في انصات ده برضو كويس. طبعا فيه وكتير، وبيحاولوا ان هم يعني هم بيقولوا لي بيقولوا لي يعني شوف الطلبه محتاجين ايه واحنا هنعملها لهم. حتى عميده الكليه بتبقى عايزه تعرف، بس ان انا لما عميده الكليه تدخل على طلبه هم بيخافوا يتكلموا، مش طبعا. طبعا فانا بحاول اقرب المسافات ما بين الطلبه واعضاء هيئه التدريس. بجد سعداء فيكي يا عائشه، ونموذج ما شاء الله متميز جدا لطالبه اجتهدت الحقيقه في الكليه وحبت الكليه وانتمت ليها، فالكليه ادت لها يعني، ده واضح جدا ما شاء الله. طيب الطموح العلمي بقى مش هيقف يا عائشه، انت الحمد لله بادئه في تسجيل درجه ماجستير، مكمله دكتوراه ان ان شاء الله شاء باذن الله الله كمان وكده ان شاء الله. باذن. حابه تدرسي بعد كده يا عائشه حتى لو ما كانش في كليتك، في كليات تانية ان شاء الله وفي معاهد كتيره متخصصه ما يعني انا حتى لو ما جي يعني ما انا مش بقف على يعني انا مش بقف على مجال معين، يعني انا دوت طريق انا مشيت فيه، لو كمل خلاص ما فيش مشكلة، ما كملش اكيد في حاجات تانية. يعني ما حاولتيش تدوري دلوقتي وانتي بتدرسي على فرصة عمل؟ بدور طبعا اكيد، بس هي الكلية عايزيني اكتر، يعني هما يقعدوا يقولوا لي لا اصبري احنا هناخدك احنا عايزينك، فده اللي بيبقى مصبر شويه، كان انا عايزه اخلص الماجستير على طول، فدوت برضه يعني بيأثر. ربنا يوفقك يا عائشه، ونتمنى ان شاء الله ربنا نبارك لك قريب انك تكوني موجوده في كليتك باذن الله على الماجستير وعلى وجودك في كليتك ان طبعا شاء اكيد الله. ان شاء الله. بجد سعداء بيكي وكل التوفيق يا عائشه. وحضرتك في اي حد تحبي توجهي له اي شكر النهارده؟ طبعا اهلي ربنا يديهم الصحه والعافيه كلها. لهم ميرسي قوي، وكل اساتذه قسم علم اجتماع بجد عشان هم اللي خلوني ابقى كده، هما اللي اي كلمه منهم هي اللي خلتني ان انا اقف وانا اقدر اكمل في الكليه،
وبس ربنا يوفقك يا عائشه، واحنا بجد سعداء بيكي جدا. احنا كمان بنشكرك على مجهودك واجتهادك كل السنوات دي في الدراسه وفي التمهيدي. ربنا يوفقك ونتمنى نبارك لك ان شاء الله قريب جدا على الماجستير باذن الله. بشكرك جدا وبنشكر حضراتكم مشاهدينا الكرام على وعد بلقاء جديد وحلقه جديده وشباب وأراء.